حلقة العزابة ونظام عرفي اجتماعي ديني قديم وقديم جدا. هذا النظام الذي ساهم ويساهم إلى الآن في دعم الروح الوطنية. انتماء تعني أن ننتمو إلى وطن ولا مجتمع حضاري. عندهم انفورس مورال. هذه الدولة الجزائرية يجب أن تفتخر. فيه تيارات جديدة. التطور الذي نعيشه الآن خلص من بعض الصلاحيات. بعض الهيئات راحوا. بلا بهم المجتمع راح يزول. في وقت كثر فيه الحديث عن مصير الأنظمة العرفية في ظل تحديات العولمة، يعيش مجتمع على بعد 600 كيلومتر من الجزائر العاصمة تحت وصاية نظام تعود أصول نشأته إلى أزيد من 10 قرون مضت. تحقيقنا لهذا الأسبوع سيسلط الضوء على نظام العزابة ودوره في المجتمع المزابي، خاصة في خضم الأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة. تابعوا معنا. كرة الصحراء بقصورها 7 وتنوع مجتمعها هي أحد أهم المناطق في الجزائر المعروفة بعاداتها وتقاليدها المستمدة من عمق التاريخ. غردايا منطقة حيرت العالم بتناسقها وتلاحم سكانها لقرون من الزمن، معتمدة على نظام يشرف على كل صغيرة وكبيرة داخل المجتمع. نظام العزابة من أشهر الهيئات الدينية والسياسية بوادي مزاب، وهم يمثلون العلماء والأئمة وأهل الرأي والمشورة من الأمة، أين تقوم الحلقة بالإشراف الكامل على شؤون المجتمع المزابي في مختلف جوانب الحياة. معروف في التاريخ وفي تاريخ المذهب الإباضي والمنطقة هنا أن حلقة العزابة هي نظام عرفي اجتماعي ديني قديم وقديم جدا، له 10 قرون من تواجد، من عهد مؤسسيه الشيخ محمد بن أبي عبد الله بن بكر الفرسطاي النفوسي، والذي نظم والذي وضع هذا النظام الاجتماعي للإشراف على المجتمع من جميع جوانبه. على شكل هرم نجد في قمة هذا الهرم الاجتماعي هيئة العزابة، ثم بعد ذلك يتفرع إلى أو تتكون عدة لجان من تحته أو عدة هيئات، من بينها هيئة إروان أي حفظة القرآن الكريم الذين هم دعم لهيئة العزابة، وكذلك ما يتعلق بالأمناء أو يسمون الضمان الذين يشرفون على مختلف الأنشطة في المجتمع، سواء فيما يتعلق بتنظيم الأسواق، فأمين السوق أو ضامن السوق يكون مشرفا على المعاملات التجارية حتى تكون وفق الشريعة الإسلامية خالية من المخالفات الشرعية، وعدة مهام أمين العمران أو البناء حتى يكون البناء وفقا للشريعة الإسلامية ولا يكون إنسان ربما بدعوى ممارسة حريته ربما يتطاول على الجيران فيمنع عنهم الهواء أو الشمس، أو ربما يفتح نوافذ مثلا تطل على الجيران فيكشف ربما عوراتهم إن صح التعبير. أول جانب يهتم به نظام العزابة الجانب الديني، أين يقومون بعدة وظائف منها الإشراف على المساجد، تقديم الدروس، وكذا تعيين وكيل الأوقاف، مهمة أساسية تعتبر سر وجود هذا النظام. فعلا من الجوانب التي
تظهر فيه فعالية الحلق حلقات العزبة في المجتمع والجانب التربوي، لأن قبل كل شيء يجب أن ننشئ يعني إنسانا أو إنسانا كفؤا يعلم أمور دينه، لأن الوظيفة الأولى للمسجد هو تعليم المواطن وظيفته الدينية، من تعليم القرآن أولا ومن تعليم الصلاة ومن الوعظ والإرشاد. في الحقيقة أن نظام العزابة في وادي ميزاب هو امتداد لفلسفة التي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بحراسة الدين وسياسة الدنيا. عندما بنى هذا المجتمع المدني أكد على أنه ينبغي أن يشتمل جميع هذه الجوانب، لذلك فإن نظام العزابة يأخذ من هذا النبع الأساسي النبوي. نحن دائما نقول للذين لا يعرفون قيمة هذا النظام، ربما يفهمونه كأنه نوع من العنصرية، أقول أن الله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه الكريم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، هذه الآية وضعها سلفنا كشعار، كانوا يعملون للآخرة ويعملون للدنيا بحيث أنه يحققون الهدف من وجودهم وهو التنمية وهو البناء. أما قضية أنه الإنسان يبني القصور كأنه سيخلد فيها، هذا ربما تلاحظونه حتى في قضية الهندسة المعمارية عندنا يعني مطبقة. ومن الخصوصيات التي يمتاز بها هذا النظام هنا في المنطقة خاصة وتتميز عن غيرها، وأن جميع هذه الوظائف تطوعية هنا في حلقة العزبة أو في مدن وادي ميزاب، ويختار لها أناس من المجتمع مهما كانت وظيفتهم الأصلية، يعني كفلاح أو كتاجر أو كعامل أو كمعلم أو أستاذ، يقوم بالإمامة أو يقوم بالأذان أو يقوم بوكالة المسجد. في إطار تحقيقنا اخترنا معهد الحياة بالقرارة كعينة لدور العزابة في الجانب الديني، وهو معهد تأسس سنة 1925 ميلادي على يد المربي الراحل العلامة الشيخ إبراهيم بيوض في إطار حملته الإصلاحية. رحمن رحمن. ورغم مرور السنين ما زال هذا القطب العلمي يستقطب حفظة القرآن، وكل هذا تحت تأطير حلقة العزابة ومشايخ المنطقة. من القرارة إلى بريان، وبالضبط مدرسة الفتح القرآنية، معلم تاريخي يقصده العديد من الأطفال في مختلف الأعمار، غير أن وصولنا صدف حدثا مهما وهو تربص تعليم الصلاة، تحدي جديد تسعى هيئة العزابة إلى تجسيده رغم صعوبة المأمورية. حيث في الوقت الذي يقضي معظم الأطفال عطلهم في الشواطئ والمخيمات، تقوم بتنظيم تربص مدته 20 يوما خاص بتعليم الأطفال البالغين أركان الصلاة، وهو مشروع فريد من نوعه في الجزائر، يعود بنا الأستاذ طالب أحمد صالح إلى حيثية نشأته. تعليم الصلاة هو مشروع له مدى طويل، بدأ في حوالي الأربعينيات، كان معنا يمر بمرحلة أنه كان التعليم في نصف الوقت، معناه يأتي التلميذ من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11 أو 12 خلال لمدة شهرين من العطلة الصيفية، بحيث أنه كان التلميذ يتعلم في كل أحكام الصلاة نواقض الصلاة. بعد ذلك فكر المجموعة من الأساتذة وعلى رأسهم الأستاذ والشيخ رشوم محمد الشيخ باكر رحمه الله أن يكون تربص لمدة 20 يوم بدل أن كان لمدة شهرين، حتى يستغل التلميذ في الفترة الصيفية في عطلة ويتعلم الصلاة. وبعد ذلك بدأنا في هذا المشوار لمشروع تعليم الصلاة لمدة 20 يوم، ونحن كما تعلمون في
الموسم السادس، وكل موسم لنا دفعة نسمي بها شيخ من المشايخ الذين كانوا من الأوائل الذين يعانون من الصلاه. والآن نحن هذه السنة مع الأستاذ والشيخ رحمه الله المسلم الحاج داود بن حمو الذي كان كذلك معلم لتعليم الصلاة، وسميت هذه الدفعة باسمه. والدفعة تضم 270 تلميذ بالنسبة للبنين، أما للبنات فالعدد يضم 105 بنت. نبدأ بعشرة أيام الأولى نصف مغلق، أي يأتي التلميذ من المنزل من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء، يقضي فترة الدراسة ثم الراحة ثم النشاط الترفيهي والثقافي، بعد ذلك فترة وجبة غداء، بعد ذلك القيلولة، وفي المساء يستأنف الدراسة، بعد ذلك الخروج يكون على الساعة 7 مساء، يعود للمنزل لمدة 10 أيام. أما في العشر أيام في مدة 10 أيام الثانية يكون التلميذ معناه مقيم في تربص 24 ساعة على 24 ساعة إلى أن إن شاء الله يخرج من التربص وهو متعلم للصلاة. مجموعة تاع الأعيان قررنا نبدأ الوسم هذا المشروع. قلنا كيفاش نديرو، درنا شفنا في الأصالة الجدود تاعنا كيفاش داروا. الجدود تاعنا تو سامبلومون كيكون مجموعة سكنية مثلا كيما بنيزقن ولا بنورة ولا العطف، ولا كي تبدا تكبر يليق تخرج ان انسامبل هومان جيرابل على 15 20 كيلومتر من مجموعة الأولانية. حاولنا نديروا الأصالة والعصرانة. كيفاش من الأصالة؟ لاخاطر ما ننسوش بلي رانا في الصحراء، ولو سيستيم هذايا وازيان سي تا ميكرو كليما تري فراجيل. في القصور القديمة ما تفرقش بين هذه الدار تاع إنسان ربي مبقي عليه ستر، وهذايا واسمه مثل إنسان ضعيف شويه ماديا. الوغ واش درنا؟ دونك اليكستيريور ما كاينش دي سين اكستيريور دو ريشيس. حتى وان كانت المبادئ الاساسيه لنظام العزابه تفرض عليها عدم التدخل في الحياه السياسيه، الا ان النظام وجد نفسه امام حتميه التاقلم مع الواقع، وهو ما يوضحه الشيخ علي بيوض مبرزا دور الهيئه في السياسه وبالخصوص في الاستحقاقات الانتخابيه المحليه وكذا الولائيه. الحقيقة بالنسبة للحلقة العزبة لا تتدخل تدخل مباشر في الناحية السياسية، لأن دورها ديني واجتماعي أول وقبل كل شيء، ولكن تتدخل بصفة غير مباشرة في الحياة السياسية، هو تكون دعما للسلطات المحلية في تطبيق القوانين، لأن في نهاية الأمر قوانين الدولة وقوانين السلطات المحلية ما هي إلا لفائدة المجتمع، فهي تعين بذلك. أول مثلا في تكوين مثلا المجالس المنتخبة تساعد على اختيار العنصر الكفء من حيث هذا من جهة، وكذلك تدعم السلطات المحلية في إبلاغ صوتها إلى المجتمع.
عدنا إلى مدينة بريان، غير أن هذه المرة كان هدف عودتنا جانباً آخر يعتبر أهم جانب للنظام، وهو الشق الاجتماعي، أين تتعدد مهام العزابة، ومن أبرزها تنظيم الحياة الاجتماعية، تنظيم الأعراس، تنظيم المآتم، وكذا فض الخصومات بين أفراد المجتمع قبل أن تصل إلى أروقة المحاكم. فيما يتعلق بتجهيز الموتى نفس الشيء، فهيئة العزابة هنالك لجنة تسمى الغسالين بالنسبة للرجال أو للذكور، والغسالات بالنسبة للإناث، فعملهم تطوعي، بمجرد أن يعني يعلن عن وفاة شخص وأن موعد دفنه هو كذا وكذا يعني يحدد، نجد إقبال هؤلاء إلى القيام بواجبهم حتى دون أن يطلب منهم ذلك، وربما لا تربطهم قرابة بالمتوفي فيقومون بهذا الواجب. اللب نتاع السيستم هدايا تاع العزابة والعشائر والأعيان، هنا عندهم إن فورس مورال، لخاطر العزاب ولا رئيس عشيرة ولا عضو في مجلس الأعيان ما فيها لا بيستون باش تطلع لتم، لا خاطر عندك دراهم بزاف، لا خاطر قليل، لا خاطر قاري بزاف، لا خاطر ما تقراش، لا خاطر صحيح، ولا خاطر عندك ناس قويين، ولا عندك ما لا سي بار رابور واش تمد للمجتمع من اللي عطالك ربي. عطالك مثلا علم توظفه في الخير باش تصلح بين الناس، تصلح بين الازواج. صدقني اخي، مثلا تصيب هنا في ناحيه غردايا ما كاش بزاف طلاق، وعلى هادو الناس ملائكه ماشي ملائكه، بني ادم حتى هما عندهم مشاكل وكذا وكذا. تصيب هذاك الرئيس تاع العشيره ولا هذاك العضو تاع مجلس مثلا العزابه ولا عمي سعيد ولا عضو مجلس ابا عبد الرحمن الكرتي، يديروا لجان للصلح بين الازواج، يحاولوا يشوفوا المشاكل، الصلح بين مثلا في الميرات اللي دا تشوف ما كاش بزاف صوالح اللي يروحوا لتريبينو. نشأت هذه الفكرة، نشأت في عيد الاستقلال عام 1962، لما كان الطلبة حضروا من تونس في عام 1962، وكانوا في المعاهد التونسية في الثانوي والجامعات، وصلوا يوم 5 جويلية في بريان، وكانوا كلهم في سن الزواج، الحمد لله مضى هذا العرس في فرحة وسرور، ما يمزجه فرحة الاستقلال، فمن ذلك الوقت نجح هذا العرس. وإذا كان العرس في يعني في كلفة باهظة، وإذا انخرط العرس في العرس الجماعي، طبعا ستكون كلفة يعني منخفضة جدا، والفرق الذي يقتنيه من هذا العرس ينفعه في بناء مسكن، او في يعني حاجات اخرى. او هيئه العزابه
من خلال تنظيمها للمجتمع تحدد كثير من الأمور، في النهاية هي تسهيل لمهمة الزواج على الأبناء. فلذلك بفضل الله سبحانه وتعالى نجد أن يعني متوسط عمر الشباب الذين يتزوجون هو حدود 24 سنة، وبالنسبة للذكور وبالنسبة للفتيات ربما 20 سنة متوسط سن الزواج. لماذا؟ لأن هنالك تسهيلات كثيرة، بدءا من تحديد المهور، ثم بعد ذلك ما يتعلق بتخفيف التكاليف سواء على العروس أم العروسة، وفيما يتعلق بتحديد حتى ما يتعلق بمكونات غرفة العروسة حتى لا يكون هنالك تفاخر وتباهي، يعني بمقدور الطالب ولو كان طالبا جامعيا ربما ببعض المساعدة من أهله يستطيع أن يعني يبدأ حياته الزوجية بكل يسر. وفي نفس الوقت يقوم مجموعة من المتطوعين بتحضير وليمة الغذاء وسط أجواء بهيجة رغم الحر الشديد الذي يسود المنطقة خاصة. يلبسوا لهم بعد ما يقرأوا القرآن بجلسة تاع قرآن مجلس العزابة، ومن بعد يلبسوا العروس، بعد ما يلبسوا لهم يلقيوا كلمات كلمة الترحيب بالضيوف، ومن بعد برنامج كاين فيها برنامج تاع يومين ثلاثة يلقيوه للضيوف ومن بعد يسربيوا الماكلة. من خصوصيات العرس الجماعي الذي يكون تحت إشراف العزابة ما يسمى بالوزران، وهما في العادة شخصان يرافقان العريس في كامل محافظة. علاقته العريس يختار وزيرين، والوزيرين هما شخصان أكفاء يهتمان بأموره وتعليم أمور دينه ودنياه. يشترط في الوزير أن يكون ذا كفاءة عالية في خاصة في ميدان الاجتماعي والثقافي لكي يقدم إضافة إلى هذا العريس الشاب الذي هو على صدد أو انطلاق في حياة أسرية جديدة. أول شيء تقوى الله سبحانه وتعالى، الوزير يعني يوصي عريسه بتقوى الله سبحانه وتعالى هي سر نجاحه في حياته الاجتماعية. ثانياً مشاركة العريس في الحياة الاجتماعية ويعطي كل ما عنده في سبيل إسعاد مجتمعه إن شاء الله، ويكون تقريباً وزيرين إلى ثلاثة يرافقان العريس طيلة تقريباً أسبوع قبل العرس ثم أسبوع بعده. أسعدكم الله ووفقكم ورزقكم الذرية الصالحة التقية النقية. هيا جزائر هللي وتبسمي، عادت إلى النادي بكم افرحوا، دابت على حب العلوم نفوسنا، دابت على حب العلوم نفوسنا، رباه زدنا من هداك واكرمنا. ثاني المحطات كان حفلا فنيا أدبيا من إحياء جمعية الأمل الرسطمي الثقافية التي أطربت الحضور بأناشيد من عمق المجتمع تحث على الوطنية والتضامن بين أفرادها، قبل أن يكون الختام في اليوم الموالي بزيارة المقابر، كل هذا من أجل التوعظ وتوعية العرسان الجدد. أكثر من 10 قرون مرت على نشأة نظام العزابة، نظام يحاول أن يصمد في عز عصر العولمة وظهور أفكار وذهنية جديدة، وهو ما يسعى كبار المنطقة إلى أخذه بعين الاعتبار من أجل مواكبة العصر وكذا تطلعات جيل جديد. أنا كشاب يعني بالنسبة للنظام العزابة حقيقة كما قلت يعني 10 قرون والنظام العزابة يعني يحافظ على هذا التراث الموجود في وادي مزاب، وربما هو تراث نادر
ربما يحسب له حساب كبير جدا على المستوى العالمي. هذا بفضل كبير جدا لنظام العزابة. حقيقة كان له دور كبير جدا في استتباب مثل الأمن وكذلك يعني تجدر هذه الثقافة الإسلامية الجزائرية والوطنية في شبابنا كثيرا. فحقيقة ما نسمعه في المنابر وفي المساجد هو يعني دليل على ذلك. والشباب كذلك متشبعون بالثقافة الوطنية من خلال الرسائل التي تبعثها هذه الهيئة على مستوى كل قرى وادي مزاب. حلقة العزابة حاولت أن تطور هذا الجانب، هذا تراعي مثلا جوانب احتياجات الشاب وهو يعيش عصر الانترنت وعصر www.com. يعني أكيد أنه تحاول. أول حاجة أن حلقة العزبة حاولت أن تعمم هذه الدروس من خلال ما يسمى الأفأم. هذا فإن الدروس تصل إلى كل منطقة، ربما على بعد 5 أو 10 كيلومتر يصل إليها. حتى الفلاح الذي يسقي حقله وهو مثلا في حقله يمكن يستمع للدروس المتنوعة من مختلف لغات، أولا موحدة والمتنوعة، بمعنى أنها موحدة، أنها تأتي منبر واحد من كلمة واحدة، من هنا تخدم هذه الوحدة. إذن فإن الشاب وإن يستمع لكلمة واحدة ولكن من بطرف وعاد مختلفين، يستمع في الجانب التربوي، يستمع الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي، الجانب العلمي، الجانب الديني، التوعية الدينية، كل ذلك من منبر واحد ومن يعني من مشكاة واحدة. عنوان عفيفة وفخورة بذلك، تنخرط فيه كل الفتيات الراغبات في التعفف قبل الزواج، له شيء هناك. قاعدة في الحديث النبوي تقول: عفوا تعف نساؤكم، عفوا تعف نساؤكم. سليمان بن ناصر مثال لهذه التحديات، أين قام بالتشاور مع العزابة بإنشاء محطة إذاعية مسجدية تبث في ترددات الأفئام وكذا عبر الأنترنت. الفكرة هذه من بكري حنا نتمنوا مدى بنا نطوروا يعني في التقنية تاعنا، يعني من جهة المسجد، من جهة يعني نمشوا مع الوقت. عندنا انستاسيون افهم هذه نبثوا منها الدروس والصباح والمساء. الفكره هذه جت من قبل الشيخ محمد بكير شوم ربي يرحمه، هي كانت في باله من قبل، كان متشوق يجسدها يعني في الميدان. طلبني واحد النهار يعني انا من ضمن التقنيات هذه نخدم فيهم يعني كموهبه، طلبني قال لي ماذا بك واش نقعدوا نديروا كاش محطه يعني باش نوصلوا بها الرساله للمنازل. ما لقيتش اي يعني من جهه المشايخ اي عراقيل اي مشاكل، الحمد لله يعني الثقه ثاني وما داروا فيه الثقه. نعم نحن نستعمل التكنولوجيا الحديثه وما عندنا اي اشكال في يعني ما دامت تحقق وتخدم الاهداف التي نسعى من أجلها. فإذا هذه الوسائل ما عندناش أي إشكال في استعمالها ما دامت تساعدنا في تبليغ الرسالة التي نريد أن نبلغها وفي تحقيق الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها. يعني الأنترنت وقبل ذلك الوسائل الأخرى مثلا الدطش وهذه الأشياء تستخدم حتى في المساجد في الدروس العامة وفي التكوين وغير ذلك من الأشياء. نظام العزابة وبعد مرور عدة قرون على نشأته يواجه عدة تحديات جديدة، فمن بين الهيئات التي يتشكل منها هناك هيئة لم تعد موجودة في بعض قصور المنطقة، فيما تم تطوير البعض الآخر تماشيا مع متطلبات القرن 21. كاين هيئة في المجتمع، عندنا العزابة وإيروان ومسوردان ولومنا ويجيوا التوابع في الهرم. هذوم احنا في بريان لاحظنا بعض الهيئات راحوا اندثروا، ماذا بينا كشباب يكونوا يرجعوا باش نتعرفوا عليهم وباش نخلوهم اللي جاي تسمى الاجيال القادمه ان شاء الله. كما اللومنا مسؤوله على الجانب الاقتصادي والمياه في التقسيم تاع الوديان، وكان لجنة خاصة بالأسواق. بالتأكيد هذا مؤشر إيجابي، مؤشر إيجابي. يعني لما نسمع مثل هذا الكلام في هذا العصر
التي تفتحت فيه المجتمعات على العالم في عصر العولمة في عصر التكنولوجيا، لما نجد يعني اتباع هذا المجتمع او النظام يدعون الى إعادة إحياء والتمسك بهذا النظام. من أهم الأحكام التي تكسب الميزابيين صفة الالتزام حكم البراءة، والتبرئة هي السلاح المعنوي الذي تعتمد عليه لطاعة أوامرها الصارمة وردع الخارجين عنها، غير أن هذا العنصر الهام في النظام أضحى تطبيقه صعباً خاصة في الوقت المعاصر. الولاية والبراءة تستعمل كسلاح توجيهي تربوي أساساً وليس انتقاماً من فعل. فمتى يطبق هذا؟ إما أن يكون قد جهر بمعصية، المجاهر بالمعصية الذي آذى المجتمع بجهره، ويتثبت من هذه المجاهرة وهذا الظلم، أو اعتدى اعتداء صارخ يعني صارخا على حقوق من حقوق إما جاره أو شريكه وكذا، بعد أن تستنفد معه جميع وسائل الإرشاد والتوجيه وعقد جلسات المصالحة والصلح، فإذا لم تنفع فيه هذه الوسائل التربوية الوعظية التوجيهية يرفع أمره إلى حلقة العزبة فيتثبت من أمره وتعلن عنه البراءة في المسجد. ما معنى البراءة؟ معنى يعني يا فلان بن فلان وفي براءة المسلمين، معنى المجتمع يتحاشى المعاملة معه والبيع والشراء معه ومجاملته وذو الصمر معه وجلسه، فيحس بالعزلة في هذا. غير مطبق على مستوى الهيئات الرسمية، لكن على مستوى الأفراد يبقى الأمر موجودا. فبما أن قضية التوجيه والإرشاد والتوعية موجودة مستمرة في المساجد، تطبيق الولاية والبراءة على مستوى الأفراد أيضا موجودا. فالإنسان عندما يعتقد أن من ظلم يعني خالف مبادئ الإسلام، من زنى خالف مبادئ الإسلام، من يسرق أموال الناس خالف مبادئ الإسلام، فهنالك تأتي البراءة الشخصية. يعني الإنسان من تلقاء نفسه يتبرأ من الإنسان الذي يقوم بهذه التصرفات، وربما هنالك حتى لا يقومون بمشاركته في أفراحه أو في أطراحه، ربما يعاملونه معاملة سطحية. أما قضية أنهم يحبونه في الله فهذا الأمر غير موجود. ربما التطور الذي نعيشه الآن ربما قلص من بعض الصلاحيات في بعض الجوانب. أكيد أن الشاب يعني لم يعد ذلك القصر الذي كان محصورا بصور وعدده محدود، ما عندوش اتصال بالإنترنت، ما عندوش اتصال بالخارج. أكيد أن المواطن الذي يعيش في العصر هذا ليس هو المواطن الذي كان يعيش يعني قبل قرون. ومع ذلك فإن حلقة العزبة دائما تحاول أن تأخذ كما قلنا أن تحافظ على الثوابت ولا تستغني عنها، ولكن تحاول أن تأتي بما يخدم هذا التطور الذي حصل في الوقت الذي نعيش. منطقة غردايا باختلاف قصورها شهدت مؤخرا أحداثا أليمة كادت تعصف بالمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، وهو ما دفع بحلقة العزابة إلى محاولة تأطير الشباب وتجنب الإنفلات الأمني. فترى كيف كان دور الحلقة، وهل استطاعت أن تتحكم في الوضع وفرض منطقها خاصة في أوساط الشباب؟ صدقني أخي، قالك ماشي يعني الإعانة والتوفيق من رب العالمين، الإعانة تاع هاد الأعيان هذويا والعزابة والتربية والتكوين تاع المدارس الحرة القرآنية نتاع الوسمو، قالوا كان اللي فتنا عليها في غردايا كانت كاتاستروف. صدقني يعني هاد الأعيان لعبوا واحد الدور يعني في الخفاء، نعم بصح ان شاء الله دور ايجابي
ما نقدروش نهضروه، ما نقدروش نقولوه، نخليه رب العالمين هو اللي يجازي. يقعد تلاحظ مثلا في بنورة ولا في مدينة العطف ولا بنيزقن ولا يعني تصيب التحكم ولا قرارة تصيب التحكم لا بأس به نقول له، لخاطر التحكم 100% هذه ما كاش، بصح التحكم نقول له 90-95% تقريبا في هذه المدن اللي قلت لك عليهم. وعلاش؟ لخاطرش مدن صغيرة ماشي كبيرة بزاف، لخاطر السيستم تاعنا ما عنده لا الحبس لا العسكر لا البوليس لا والو، عنده من فورس مورال. تبصروا باللي حرام مسلم يسرق مسلم، بالكثر ماشي غير مسلم، ولو ماشي مسلم ما عندكش الحق الحرية تاعك تحبس وين تبدا الحرية تاع جارك. اما باش يقتل هادي ما كاش كاع، على خاطر ما عندوش توبة، خلاص ما عندوش توبة، اللي لخاطر واحد عنده الحق يقتل هو السلطان يعني الدولة، لخاطر لابد مثلا اللي يقتل يتقتل وكذا وكذا وكذا، بصح ماشي انت ولا انا والو، واحد قتل لي وليدي ما عنديش حق نمسو، السلطان الدولة هي اللي تتصرف. المتتبع لأحداث ما حصل في هذه الآونة الأخيرة، يعني الفضل كبير جدا للعزابة وكذلك الشباب، الحمد لله حقيقة الشباب يعني يدعن لما يقوله العزابة والمشايخ في المساجد، والدليل على ذلك ما نشاهده في الميادين، يعني الشباب تجده لا يتهور ولا يعني لا يفعل، يعني كل ما يفعله الشباب إنما هو يعني ما وصلنا إليه من هذا النظام وكذا، كله له دور كبير جدا في من طرف العزابة والحمد لله. كانوا يوعوا الشباب، كانوا كما يقولوا تجر يفكرون على الجانب الديني والجانب التربوي، ويفكروا زعما الانتماء تاعنا ننتموا إلى وطن ولا مجتمع حضاري، دونك خلونا نتبعوا الطريق المستقيم ونوقفوا مع الدوله. الحمد لله داك تشوف الامن والسلام ولا بفضل الفضل الكبير ولا العزابه. الحقيقه الاحداث التي شهدت المنطقه ونأسف يعني من حدوثها، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذه الاحداث عن المنطقه وعن الجزائر بصفه كامله، لان الجزائر في الحقيقه هي المستهدفه، الجزائر هي المستهدفة من هذه الأحداث. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفعها على وطننا وفي كل بقعة وبكل شبر من شبر جزائرنا الحبيبة هذا من ناحية. إذن وعلى كل حال، والعزابة عاشوا كما عاش بقية المواطنين في هذه الأحداث، وهم ليسوا، هذه حلقة عزامة ليست كهنوت ولا رجال دين بالمفهوم القديم، رجال الدين يعني متقوقعين في مساجدهم وفي صوامعهم وفي أديرتهم وفي كذا، ودورهم كان فعالا جدا في الدعوة لاستتباب الأمن، دعوة إلى التعايش، دعوة إلى رد المظالم، دعوة إلى فصل ما بين يعني الناس. كنا احنا في يعني في الواجهه لما اشتبك الشباب فيما بينهم، كنا في الواجهه في رد هذا ورد هذا وصد هذا وتوعيه هذا، حتى انه يعني في عز المواجهات الشباب بالحجاره وكذا، كنا نجلبهم ونعقد معهم حلقات يعني توعيه وتوجيه في المواقع ذاتها. عاصمة الولاية أو بالأحرى قصر غردايا كانت فيه سيطرة العزابة على شبابها أصعب بكثير مقارنة بالقصور الأخرى، والسبب ظهور أفكار وتيارات جديدة فرضت نفسها داخل المجتمع المزابي الأصيل، وهو ما حاول أحمد نوح أحد أعيان بن يزقن وعضو مجلسي عم سعيد والكرثي توضيحه فيما يلي. مدينة غردايا اولا مدينه كبيره جدا بالنسبه لبنيزكن ولا بنوره ولا، دونك فيها طيارات كثيره، هذا من جهه، بس هذا لا يعني بلي الاعيان نتاع غردايا بكل صراحه يعني مساكن خدموا واحد العمل كبير جدا. وزيد نقول لكم حاجه، كاين حاجه يسميوها
الأغلبية الصامتة، الأغلبية الصامتة راهي مع الأعيان. بس هاد الأغلبية الصامتة يعني يقعد دركا لو بو نتاع الانفلات بالك شنو نقولوا 3 5 على الاكثر 10 12% اي هو اسمه، هادو سيدي مينوريتي كما قلت لك، فيه تيارات جديده، فيه بالك طموحات جديده، وبالك بعض الطموحات مشروعه نتاع مثلا بعض من الكوادر الجديده اللي تكونت مثلا في الخارج ولا تكونت كذا، يعني ماذا بهم بالكش النيه تاعهم مليحه، يعني النيه اكيد النيه تاعهم مليحه، بصح التصرف ساعات يتصرفوا التصرف اللي بين قوسين طائشه. وقول لك بكل صراحه الاعيان تاعنا والعزابه انهم بريئون ممن يسرق او يحرق او يقتل. الحمد لله ما فيش حتى لهذه الدقيقه، الحمد لله واحد من ولادنا ما تجرى يقتل. هذه اظن نقطه ايجابيه وايجابيه جدا اللي تعرف. الاهتمام بفئه الشباب وتلبيه متطلباتها تحدي يحاول النظام رفعه، وهو ما وقفنا عليه في بريان، اين تم مؤخرا تجديد اعضاء الحلقه وتعيين اكبر عدد من الشباب، معظمهم دكاتره في شتى العلوم الدينيه، وهو ما لقي استحسانا لدى فئه الشباب. هذا النظام فهو يعني دائما يتجدد، هناك اعضاء من الحلق العزب مشايخ يعني رحمهم الله، يعني رحمهم الله راحوا خلفناهم بالشبان جدد كهذه السنه، وهؤلاء الشباب فقد يعني تقبلوا الامانه وعزموا على تاديتها الى التمام. الحمد لله هذه النعمه اعطاها لنا ربي سبحانه، جات في الوقت الملائم، جات مع هذه الاحداث. الحمد لله كي زادوا الاعضاء الجدد كشباب دعموا هذا النظام وربطوا ولا قووا الصله بين الشباب والحلقه. الحمد لله كاين نتائج في المجتمع، تلقى النتائج تاعها. نحن لا نريد ان نذكر هذه الاشياء من باب ربما المفاخره او شيء من هذا القبيل، ولكن نريد ان نبين للناس حقيقه هذا النظام الذي ساهم ويساهم الى الان ايضا في دعم الروح الوطنيه لدى الاتباع او ابناء هذا المجتمع، لان كما قلت نظام مبني اولا على شريعه الله، فبالتاكيد ان شريعه الله سبحانه وتعالى تدعو إلى الاستقامة، تدعو إلى الاستقرار، تدعو إلى المحافظة على الوطن. نعم رانا في قرن 21، لابد أن نتأقلموا مع المطلبات نتاع العصر، باش نستوعبوا أولادنا والطاقات الجديدة والتكوين الجديد وكذا. بصح اللوب كما الإسلام، اللوب الإسلام من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انتفنا الأرض، الإسلام هو الإسلام. ودل على ذلك ما نشاهده الآن، أعراس جماعية، أنظمة اجتماعية، الحمد لله يعني نظام اجتماعي بكل المقاييس يجب أن نعطي له اعتبار كبير جدا ونحافظ عليه وعلى التاريخ إن شاء الله. وكذلك يعني نظام العزابة له دور كبير جدا 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 في هذه القطعة الأثرية والتاريخية للجزائر عامة وللوطن الجزائري، يجب أن يفتخر به، هذه الدولة الجزائرية يجب أن تفتخر، وكل الشباب الجزائريين يجبون أن يفتخروا بهذه القطعة الأثرية التي ربما قد نبحث عنها في جذور التاريخ عبر القرون لا نجدها إلا في وادي مزاب وفي بعض المناطق لا تخفى علينا كثيرا. هم الحجر، تقدر تقول الحجر الأساسي، بسم الله بلا بهم المجتمع راح يزول، لانه اسمه يتبعوا من كما يقولوا هرم من المشايخ العزابه، ويجي النظام تاعهم، بيجي الاعيان، وبعد يجي المواطنين، وكل مواطنين وادي مزاب ينتمون لهذا العزابه. من هنا من ولاية غردايا استطعنا أن نتوغل في عمق مجتمع ونظام توارثته الأجيال
يسعى مسؤولوه جاهدين من أجل المحافظة عليه وجعله يتماشى مع تطلعات جيل جديد حتى يكون خير خلف لخير سلف، وكذا تجسيد أهم مبدأ في نظام العزابة ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الختام الشكر موصول إلى كل الفريق التقني الذي سهر على إنجاح هذا العمل. كان معكم عمر بودي، الشروق تحقق. سلام.